السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم وياكم بتول رحيم، انا طالبة وياكم مرحلة ثانية ضمن تيم Before Me. اليوم انا وياكم راح نبلش بموديول TOB اللي هو Tissue of the Body. من الاسم اكيد عرفتوا انه حنحكي عن انسجة من جسمنا. انا بهذا الموديول راح اخذكم بيه كم ليكتشر. فقبل ما ابلش لكم ليكتشر اليوم، خلي اعرفكم، انطيكم فد نبذة تعريفية او فكرة عن هذا الموديول. طلاب، هو مبدئيا موديول TOB يتكون من 11 سيشن. كل سيشن راح يكون عبارة عن لكتشرين وسمول جروب. السيشن الأول راح يكون أشياء عامة، تمام؟ أما السيشنات اللي بعدها راح تكون كل واحد من هذين السيشنات يتخصص بفتشو معين، تمام؟ فهاي رحلتنا اللي راح تبلش ويانا على طول هذا السمستر. راح نبلشها بالسيشن الأول اللي بيه راح نعرفكم عن علم الأنسجة والنسيج بصورة عامة شنو هن، وطريقة فحص هذا النسيج تحت الميكروسكوب وأنواع الميكروسكوب نفسه. بعدين حنعطيكم لمحة عن السيل باعتبارها شيء كلش مهم بالتشو، من مكوناته إلى وظائف هاي المكونات وهيج أشياء. أما السيشنات اللي بعده، بالسيشن الثاني حنبلش بالإبثيليال. الإبثيليال تشو اللي هو النسيج الظهاري الضام اللي كلكم دارستي بالسادس، فتشوفون أغلب المعلومات تعرفوها. النوب حناخذ الجلاندولر، ستركتشراتهن، شلون حنصنفهن، طرق الإفراز إلى آخره. الانر سيرفيس والكونكتيف تيشو، بعدها حناخذ الغضروف، شلون راح يتكون الخلايا مالته، وشلون راح يتحول للبون اللي هو العظم، شنو الامراض اللي ممكن تصير بيه. حتاخذون ايضا اشياء مهمه مثل الامبريو اللي تقريبا عليه 4 لكتشرات بيه في التفاصيل ومعلومات كلش دقيقه. حناخذ ايضا اكبر عضو بجسمنا اللي هو السكن، شنو طبقاتها وشنو موجود بكل طبقه من هذين الطبقات. ايضا حناخذ المصل، شنو انواعهن، حنركز على نوع العضلات الهيكليه، حندرس بحيث شنو الاليه اللي نتحرك بيها، شنو الامراض اللي ممكن تصير بهاي العضلات. عندنا ايضا النيرفس سيستم اللي هو شيء عظيم وحتتونسون بيه كلش. واخيرا وليس اخرا البلد، مكوناته والخلايا مالته والى اخره. كل هالسيشنات مهمه وهي كميه معلومات حلوه ومهمه لكم كاطباء، لان اكيد بعدين هذني كلهن حناخذهن بشكل مفصل، فاكيد لما انت تيجي تريد تدرس شيء بشكل مفصل يكون عندك بيسك عنه، تمام؟ هسه بعد ما قلت لكم شنو هي السيشنات اللي حناخذها، خليني احكي لكم عن طبيعه هاي الماده من ناحيه دراستها. طلاب، هاي الماده اهم شيء انكم لما تفهمون السيشن تحفظون اللي فهمتوه، تمام؟ يعني شلون؟ يعني هنا أنا ما راح نقدر نكتفي فقط بالفهم، لأن أكو هواي مواد مرات نقدر نفهم الشغلة وهاي هي نفهمها ونطلع قبل. أنت ما طول فهمتها راح تقدرون تجاوبون على أي سؤال يجيكم وراح تترسخ ببالكم. لكن أكو شغلات لازم مو بس ما نقدر فقط نفهمها ونطلع قبل، لازم نحفظها. اللي منعتها هو هذا الموديول، موديول التيوبي. ما نقدر نفهم ونعوف السيشن، لازم نفهم ونحفظ. ليش؟ لأنه مثل ما حتشوفون أنتوا هسه حتدرسون وتشوفون أنه بهذا الموديول أكو هواي أسامي، أكو هواي أسامي خلايا، هواي أسامي أنسجة، هواي أمراض. فهنا ما ترهم أنتوا بس تفهمون وتطلعون قبل، لا، شوي نتعب نفسنا هنا نحفظ المادة بعد ما فهمناها. أما بالنسبة للكتشر نفسه شلون نقرأ، فطلاب كل طالب وإلى طريقته الخاصة بالدراسة. لكن أنا اللي علي حنطيكم الطريقة اللي أنا كنت أدرس بها هذا الموديول واللي شفتها كانت تناسبني بدراسته، طبقوها وإن شاء الله حتفيدكم. وإذا ما فادتكم إحنا موجودين وإن شاء الله حنتناقش وياكم، وكل طالب يقدر يلقى الطريقة اللي تناسبه. شوفوا طلاب، أنا كنت أفتح اللكتشر أقرأ النقاط اللي إحنا نسميها learning objectives، اللي هي مثل هاي النقاط اللي موجودة بهاي المحاضرة، تمام؟ راح اقرا learning objectives ومن ثم اقلب السلايدات مالت المحاضره كعناوين، اقلب العناوين واشوف الصور اللي موجوده بيها. هنا انا شفت محاضرتي عن شنو بدها تحكي، تمام؟ ما راح اصدم عقلي راسا تعال هذا سلايد يلا افهم واحفظ، لا، احنا اول شيء ناخذ فكره بعدين نتعمق شوي شوي. فاني من قريت هذني النقاط مالت learning objectives عرفت انه هاي المحاضره شنو المطلوب مني اعرف بعد ما خلصتها، لان هم اصلا الدكاتره مخلين هذني النقاط، يا بتر انت تخلص هذا الليكتشر لازم تكون تعرف هاي النقطه هاي النقطه هاي النقطه، تمام؟ مرات للفائده الاكبر كنت اخذ عنوان احد السلايدات او اصلا اخذ عنوان المحاضره نفسها واخليه باليوتيوب واشوف عليه فد فيديو قصير. اكو هاي فيديوهات قصيره، واني اكثر شيء احبذ تشوفون فيديوهات الانيميشن، تمام؟ اكو فيديوهات قصيره تكون انيميشن كلش احبذ انه تشوفوها.
فهاي لما تشوفوها راح تترسخ ببالكم، اول شيء حتتونسون بيها، ثاني شيء حتشوفون العمليات والاشياء تصير قدامكم. من تشوفون الذاكره الصوريه كلش تفيد اكثر مما تشوفون فقط كلام، تمام؟ هذا كله قبل ما نبلش باللكتشر مالتنا. احنا هذا الحكي احنا بعدنا ما بلشنا بالمحاضره، عرفنا شنو راح ناخذ بيها، عن شنو بدها تحكي، ممكن اصلا بخلال الفيديوهات القصيره اللي شفناها ممكن اخذنا معلومات اصلا موجوده بالمحاضره مالتنا، تمام؟ بعد ما اخذت فكره هسه اجي افتح الفيديو واشوف الشرح ويا المحاضره. وهنا نصيحتي لكم لا تدرسون الفيديو كله او اللكتشر كله دفعه واحده، لا، قسموها الى بارتين او ثلاثه حسب طول المحاضره. هاي الطريقه كلش حتفيدكم انه انتم تقسمون، تمام؟ بالنسبه للطلاب اللي يقولون ندرس مصادر ما ندرس مصادر ايش قد نتعمق، شوف طلاب، بالنسبه لهاي محاضراتنا ولهاي الفيديوهات احنا حنكون مستوفين ان شاء الله اغلب المعلومات اللي ممكن تكونون محتاجيها على مود تفهمون انتو هذا اللكتشر نفسه، حنكون موضحين كل شيء وجايبين كل المعلومات اللي ما موجوده بالمحاضره وانتو تحتاجوها، كلها حتشوفوها موجوده، تمام؟ ما راح تحتاجون تروحون تبحثون او تقرون مصدر او شيء على مود تفهمون المحاضره، لا، المحاضره حتكونون فاهميها. لكن اكو طلاب يردون يتعمقون بعد اكثر واكثر، حسب كل طالب له فد شيء هو مخليه بباله يريد يوصل لهاي النقطه، تمام؟ فهنا بقت يعني كل طالب ايش قد يريد يتعمق او ايش قد يريد يتعمق، تمام، لوين يريد يوصل بالمعلومات. فاحنا هنا بعد كل طالب هنا اذا انت ما اكتفيت تريد بعد تعرف معلومات خارجية أكثر، تمام، ما بيها شي، روحوا اطلعوا على مصادر ابحثوا. كل طالب هو وعد حر بالطريقة اللي يريدها، تمام. هسه بعد ما ختمنا كل شي يخص التي او بي، نوت مهم ونبلش بالسيشن مالتنا اليوم. طلاب بالنسبة لموديول التي او بي ركزوا لي، هذا الموديول ترى السمولات السمول جروبس احنا مستوفيها خلال اللكتشرات نفسها، يعني انتوا اذا خلصتوا الفيديوهات مال السيشن الاول يعني خلصتوا هو والسمول مالته، تمام. ليش؟ لانه السمول هو نفس المحاضره مع اضافات بسيطه، فاحنا جبنا هاي الاضافات وخليناها هنا احسن، تمام. هسه صار كل شيء واضح ان شاء الله، يلا نبلش بالسيشن الاول لكتشر 1. مثل ما قلت لكم انه بالسيشن الاول راح نعرفكم على التشو، شلون نفحصها تحت الميكروسكوب، شنو هو التشو بصورة عامة، علم الأنسجة وهي الشغلات. فاسم محاضرتنا اليوم هي Methods in Light Microscope، شنو الطرائق اللي نشوف بيها التشو مالتنا تحت الميكروسكوب. نبلشها طبعا هذني هنا المصادر اللي جبنا من عندنا، هذني المحاضرة، وهاي هي Learning Objectives راح نرجع لها نهاية المحاضرة حتى نثبت لكم انه كل هذني النقاط احنا استوفيناها خلال المحاضرة وعرفناها، وهذا نكون حققنا الهدف من هاي المحاضرة. نبلش مالتنا المحاضرة بالسلايد الأول اللي يقول الهيستولوجي. الهيستولوجي اللي هو علم الأنسجة، تمام؟ شنو هو علم الأنسجة؟ is the study of the structure of tissues by means of special staining techniques combined with light and electron microscopy. هو العلم اللي راح ندرس بيه الستركتشرات مالت الأنسجة مالتنا بطرائق التصبيغ الخاصة بمساعدة الإلكترون مايكروسكوب واللايت مايكروسكوب. شنو هي طرق التصبيغ الخاصة؟ هسه هتو ما راح تعرفوها، أقولكم لا تقلقون، خلال هاي المحاضرة راح ندرس هاي العمليات بالتفصيل مع مساعدة اللايت مايكروسكوب والإلكترون مايكروسكوب، تمام؟ أما بالنسبة للتشو اللي هو عبارة عن collection of cells specialized to perform a particular function، هي التشو هو عبارة عن تجمع من الخلايا يكون متخصصة على مود تسوي لي فد وظيفة معينة، تمام. الأجريجيشنز مالت التشوز، كل تشو اللي هو عبارة، كل تشو هو عبارة عن سيلز هواية، هذا التشو تشو مع تشو مع تشو، تجمع هذين التشوز راح يسوي لي الأورجنز اللي هو العضو أو الأعضاء. فإذا أنا عندي السيل، تجمع هذين السيلز راح يسوون لي تشو، وهذا التشو مع تشو مع تشو ثاني راح يسوون لي الأورجنز، تمام. طلاب هسه عندنا التشو كلاسيفيكيشن، تصنيف الأنسجة. عندنا بجسمنا أربعة أنواع من الأنسجة: epithelial tissue, connective muscle, والnervous tissue.
طلاب، ما يحتاج أوضح لكم أي شيء عن هذني الأنسجة، لأنه كل واحد من عندهن راح ناخذ عليه سيشن كامل خلال هذا الموديول. الإبيثيليال بالثاني، الكونكتيف بالرابع، والمصل كلهن حناخذهن، تمام؟ هسه هنا يحكينا عن الريليشن شيب بتوين ملي مايكرو اند نانومترز. كلنا نعرف انه احنا عندنا المتر الى تقسيمات كلكم ماخذيها بالاعداديه، هي المليمتر، مايكرومتر، نانومتر. المليمتر اذا بدنا نحوله للمتر حنضربه في 10^3، والمايكرو 10^6، والنانو 10^9. ليش درسنا هذني التقسيمات مالت القياسات على مود هذا السلايد؟ شنو يقول لنا بهذا السلايد؟ يقول لنا يابا ترى اغلب خلايا جسمنا، أغلب خلايا جسمنا قياسها يكون من 10 إلى 20 مايكرومتر. تمام؟ تمام. بما أنه استعرفنا أنه إحنا أغلب خلايانا تكون من 10 إلى 20 مايكرومتر، على مود أقرب لكم الصورة أكثر، شي يقول؟ يقول يعني تقريباً about 5 times، تمام، smaller than the smallest visible particle. يعني شنو؟ يعني شنو الشيء أصغر شيء ممكن إحنا نشوفه بعيننا المجردة؟ لنفرض أنه هاي النقطة هي أصغر شيء ممكن إحنا نشوفها بعين المجردة، أصغر جزيء. يقول يا ترى هاي خلية جسمنا اللي أغلب خلايا جسمنا قياسها من 10 إلى 20 مايكرومتر، يعني هاي الخلية تكون أصغر من هذا الجزيء اللي إحنا قدرنا نشوفه بعين المجردة، أصغر من عنده بعد ب5 مرات. تمام؟ هذا الجزيء هو أصغر شيء أنا قدرت أشوفه بعين المجردة، وخلية جسمي أغلب خلايا جسمي قياسها اللي هو من 10 إلى 20 مايكرومتر، يعني أصغر من هذا الجزيء بعد ب5 مرات. شنو تستنتجون من هذا الكلام؟ نستنتج إنه يا بترى إحنا ما نقدر نشوف خلايا جسمنا بعيننا المجردة. إذا شلون راح نشوفها؟ راح نشوفها بمساعدة الميكروسكوب، راح نشوفها تحت الميكروسكوب، تمام؟ هسه نجي للبايوبسي. البايوبسي اللي هي الخزعة، كلكم سامعين بالخزعة، والخزعة نسويها على مود نعرف شنو هذا التشو مالتي، سليم لو بي كانسر، تمام؟ كلنا نعرف انه البايوبسي كلنا سامعين بيها، فلان حيسوي خزعة ليش؟ انه شاكين عنده كانسر، تمام؟ فالبايوبسي is a procedure to take a small piece of a tissue from an organ or part of the body for microscopic examination. يعني هي عملية اجراء اخذ قطعة صغيرة من فد تشو مال فد عضو معين، يعني اي عضو كان، اخذ قطعة صغيرة من هذا التشو على مود شنو؟ على مود for microscopic examination، افحصها تحت الميكروسكوب، تمام؟ طبعا البايوبسي لها انواع حسب العضو اللي انا اريد اسوي له الخزعة. يعني مثلا عندنا السمير اللي هي مسحة نسويها للسيرفكس اللي هو عنق الرحم، الكورتج اغلبكم سامعين بيه للإندوماتيريال لايننج اوف يوترس، راح ياخذون الطبقة الداخلية مالت الرحم. عندنا النيدل اللي هي نسويها للبرين، بريست، ليفر، كيدني، مسل. النيدل تكون مثل النيدل مالت الأبرة العادية لكن بصورة أكبر، تمام، يكون كبير يعني حجمه، يدخلوه للعضو اللي يريدون ياخذون من عنده خزعة ويقتطعون جزء من عنده ويطلعوه. عندنا direct incision، الدايركت من اسمها، يعني بما انه هي direct فاني اقدر اخذ الخزعة directly، يعني اني بايدي اقدر اخذها، يعني العضو اللي اريد اخذ من عنده الخزعة هو خارجي. شلون؟ مثل السكن، مثل الماوث، مثل اللارينكس، تمام؟ هذني مثل السكن، انا اقدر بايدي اقتطع جزء من السكن واخذها. عندنا الاندوسكوبيك، هاي من خلال الناظور، يسوون ناظر ويدخلون به اداة ثانية راح تقتطع جزء من الاورجن اللي اريد اسوي له خزعة. هاي يسووها لللنج، للانتستين، وللبلادر، والترانسفاسكولار، للهارت، والليفر. اذا تردون او تحبون تشوفون عنها فيديوهات بس تكتبون باليوتيوب مثلا نيدل بايوبسي، راح تطلع لكم فيديوهات يسوون بيها خزعة للبرين، للبريست، الليفر، كيدني، المصل، اي عضو من هذه الاعضاء، وتشوفون العملية قدامكم، تمام؟ عملية يعني أخذ الخزعة، تمام؟ هسه بعد ما عرفنا شنو هي الخزعة وليش نسويها وأنواعها، نجي لعملية اسمها tissue processing procedure. شنو هي هاي العملية؟ زين طلاب، هاي العملية عملية كلش مهمة، لازم تركزون وياي وتخلون بالكم هسه كله وياي. أنا بعد ما أخذت الخزعة من الجسم، إحنا مو قلنا راح نأخذ الخزعة ونفحصها تحت الميكروسكوب على مود نشوف هذا التشو مالتي سليم لو بي كانسر. زين أنا أسألكم سؤال، هاي البايوبسي اللي أخذتها، هل أنا أقدر أخذ هاي الخزعة، أخذت قطعة من جسم إنسان، أقدر رأسا أنا أفحصها تحت الميكروسكوب؟ أكيد لا.
هاي القطعة مالتي اللي أخذتها راح تكون أول شيء بلادي، راح تكون بيها دم، راح تكون وات، راح تكون رطبة باعتبار الجسم مالتنا طبيعة الوسط مال جسمنا يكون واتري مائي، فأكيد مالتي البيوبسي اللي أخذتها راح تكون وات، راح تكون بلادي. زين أنا هاي شلون راح أفحصها تحت الميكروسكوب؟ تمام، وبعد بيها واي مشاكل هسه حنشوف. فإذا أني راح أمرر هاي البيوبسي اللي سويتها، راح أمرر مالتي القطعة هاي راح أمررها بعملية اسمها tissue processing procedure. هاي العملية تتكون من 6 مراحل، بعد ما أمررها بهذه 6 مراحل يلا راح تكون جاهزة على مود أشوفها تحت الميكروسكوب. تمام، هنا هاي العملية بالمحاضرة نفسها ما مستوفين عنها معلومات اللي تكون كافية على مود أنتوا تفهموها، فإحنا سوينا معالجة للموضوع، سوينا لكم presentation، راح أشرح لكم هاي العملية presentation كامل عن هاي العملية، راح أشرح لكم إياها بالتفصيل وأنطيكم كل المعلومات اللي موجودة بيها، وبعدين نرجع للمحاضرة. تمام طلاب، هسه عملية tissue processing procedure مثل ما قلنا هاي العملية تتكون من 6 مراحل. خلوا ببالكم شغلة، انتبهوا وياي، خلوا ببالكم شغلة، هاي العملية اللي هي تتكون من 6 مراحل الهدف من عدها شنو؟ الهدف انه اني احصل على سلايد، هذا سلايد يكون سلايد زجاجي، هذا السلايد تكون علي قطعة من التشو مالتي، شريحة. تمام، هاي الشريحة لها مواصفات، ابسط شيء انه تكون ثن، تكون ثن يعني تكون خفيفة لدرجة انه شنو لازم يخترقها الضوء. ليش؟ لانه اني هاي السلايد مالتي راح اخليها بالمايكروسكوب، والمايكروسكوب حتشوفوه بعد شوية، المايكروسكوب راح اخلي السلايد وتحت السلايد راح افتح لايت، هذا اللايت لازم راح يكون على السلايد، لازم يخترق السلايد على مود اني من فوق راح اباوع، على مود اني اشوف محتويات النسيج مالتي. تمام، على مود اشوف محتويات النسيج لازم هذا الضوء يخترق النسيج على مود اني اقدر اشوف، فهاي مالتي الشريحة لازم تكون كلش ثن. تمام، ولازم تكون نظيفة ما بيها اي شوائب ثانية. يعني شنو نظيفة؟ هسه حنشوف. تمام، اذا خلوا ببالكم هو هذا الهدف مالتي، لازم اني عندي شريحة من هذا النسيج، شريحة نظيفة ما بيها اي شيء اضافة الى انه هي تكون ثن على مود شنو؟ على مود يخترقها الضوء. زين، هسه نبلش اول عملية هي عملية الفيكسيشن. شنو هاي العملية؟ طلاب، اني من سويت بايوبسي واخذت قطعة من الجسم، اخذت عينة، هاي العينة مالتي راح نسميها سبيسيمن. تمام، وقلنا السبيسيمن مالتي هي بلودي ويت وهاي اشياء. زين، برأيكم اني من استأصلت هاي القطعة وخليتها خارج الجسم هي راح تظل؟ اكيد لا، راح تتحلل. ليش؟ انا راح تموت. تمام، تموت علميا، يعني شنو يعني تتحلل؟ منو اللي يتحلل بالضبط؟ البروتينات اللي بيها راح تتحلل، اغلب الخلية هو بروتين. تمام، فهاي الخلايا مالت النسيج مالتي حتتحلل، واني هذا الشيء اريده؟ اكيد لا، اني اريد افحص النسيج تحت الميكروسكوب كانما نسيجي الحي، على مود اعرف مثل ما قلنا هذا النسيج سليم لو بيكانسر. تمام، غير اشوف الخليه، اني غير اشوف الخلايا مالت النسيج، لازم اشوفها كانما هي خلايا حيه. اذا هاي اول مشكله واجهتنا، شلون راح اعالج المشكله؟ راح اعالجها باول عمليه اللي هي الفيكسيشن. شنو هي هاي العمليه؟ اول ما استخلص او استخرج العينه مالتي اخذتها اني من الجسم راح اخليها بسائل، هذا السائل نسميه fixing solution. تمام، immediately after removal of the specimen it must be placed in a fixing solution. زين، شنو هو هذا fixing solution وشنو الهدف انه انا خليته به؟ هذا السائل يحتوي لي على 10% تركيز، 10% من ماده اسمها فورمالين. تمام، هاي المادة تحافظ على النسيج مالتي. شلون؟ راح تخثر البروتينات، راح تخثر البروتينات، هو هذا الهدف مالتي. بما انه انا خثرت البروتينات اذا انا مالتي ما راح تتحلل الخلايا، وبما انه هي ما راح تتحلل اذا هي راح تبقى نفس ما انا اريتها. اذا the purpose of fixation، الهدف من الفيكسيشن to coagulate the protein، راح اخثر البروتينات. Thus reducing alteration by subsequent treatment، هذا الشيء راح يقلل لي من التغيرات اللي تصير بالخلايا بعد ما أنا استأصلتها من الجسم. And to make the tissue more permeable، يعني شنو more permeable؟ يعني راح يخليها permeable، يعني قابل للنفاذية،
يعني النسيج مالتي راح يكون إلى قابلية على أنه نفاذية تصير بي. يعني شنو؟ يعني من أجيب مادة تمام وأخليها على التشو مالتي، هاي المادة راح تتخلل مالتي النسيج، تمام؟ المادة راح تتخلل النسيج. إذا الهدف من عملية الفيكسيشن صار عندي هدفين. الهدف هو أول شيء coagulate the protein، وثاني شيء هو more راح يصير مالتي التشو more permeable. أول شيء خثرنا البروتينات، ظلت الأنسجة مثل ما أنا أريتها. ثاني شيء more permeable، قابلية لها قابلية على النفاذية، يعني لما أخلي شيء ثاني عليه راح ينفذ من خلاله ويتخلل النسيج. ليش؟ هم راح نشوف بعد شوية. Fixative agents for light microscopical examination 10%، مثل ما قلنا 10% formalin. Bones fluid نفس الفورمالين، يعني نفس الشغل مالته. فبوث اوف ذيس سبستانسز ذن المادتين راح يسوون هنا الفورمالين والبونز فلويد، راح يسوي لي كروس لينكد، ذي المادتين هنا كروس لينكد بروتينز، راح يخثرن البروتين. سو مينتينينج ا لايف لايك ايمج اوف تيشو، راح نبقي مالتي التيشو لايف لايك كانما نسيج حي، تمام؟ افتر ريموفال فروم ذا بودي، بعد ما استخرجناه من الجسم. زين، هذا الفورمالين تقريبا ابقي مالتي السبيسيمن العينه بي تقريبا لمده اقصى شي يوم، أبيت أقدر يوم كامل. بعدها بعد ما خليته بالفورمالين راح أغسله بالمي. ف after fixation the tissue is washed in running water، تمام؟ راح أغسل مالتي العينة بالمي. طبعا قبل كانوا هم بإيدهم يخلون السبيسمن يخلوها بالفورمالين، يحسبوا لها وقت، ورا ما يخلص الوقت يجون يشيلون الفورمالين يخلوها بشي ثاني. هسه لا، هسه عندنا هذا الجهاز، هذا الجهاز اللي هو بيه هذن الكونتينرات، خلينا نسميهن. فهذن الكونتينرات أنا راح أخلي بكل واحدة بيهن راح أخلي بيها فد مادة معينة، وهاي اللي هي صايرة ستيل راح أخلي بيها العينات مالتي، وهاي هي بكل وقت بعد ما يخلص الوقت اللي أنا مخليته راح تصعد، هاي تطلع من هاي المادة راح تروح تدخل بهاي الثانية اللي هي أنا مخلي بيها مادة ثانية لحد ما تكمل المواد اللي أنا أريد أخلي بيها العينة مالتي، تمام؟ هسه خلصت عندنا أول مرحلة اللي هي مرحلة الفيكسيشن، وقلنا لها هدفياً أول شيء إنه أنا سويت كوغوليت للبروتين مالتي، وثاني شيء سويت التشو مالتي more permeable، تمام؟ لا تنسون هذين الهدفين هن للمرحلة الأولى اللي هي الفيكسيشن. نجي للمرحلة الثانية اللي هي الديهايدريشن and clearing. طلاب، بعد ما أني طلعت المالتي السبيسمن طلعتها من الفورمالين راح يكون بيها مادة الفورمالين، وأني مثل ما قلنا الهدف مالتي أحصل على تشو نظيف، يعني أني ما أريد هذا الفورمالين مالتي يبقى بيها، تمام؟ إيش راح أسوي؟ راح أوخر الفورمالين، راح أجفف مالتي العينة. شلون أجفف العينة مالتي؟ شنو الشيء اللي راح يوخر مني الفورمالين؟ راح أخلي السبيسمن مالتي بمادة الكحول. الكحول اللي هو بين قوسين احنا غالبا نستعمل الإيثانول. طلاب، الإيثانول راح يمتزج ويا المي وراح يبعد المي شوية شوية لحد ما يصير بس إيثانول. فذا سبيسمن از جرادولي ديهايدريتد، راح أجففها شوية شوية تصاعديا، أو نسوي لها ريموفينج ووتر فروم ذا تيشوز، راح أوخر المي من التشو مالتي. شلون؟ passed through a series of increasing concentration، تراكيز متصاعدة من الكحول. الكحول راح نبلش ب 40% إلى 60، نوب 80، نوب 95 and absolute alcohol، يعني 100%. طبعا هاي أيضا تختلف حسب المختبرات، أكو مختبرات تبلش من 60، أكو مختبرات تبلش من 40، أكو مختبرات تبلش من 70، كل مختبر حسب. فراح أمرر مالتي العينة بنفس هذا الجهاز اللي حكينا عليه ذيك الساعة، راح أمرر كل واحدة من هذني أخلي بيها كحول، نسبة التركيز مالت الكحول تركيز معين. مثلا أنا هنا كان أكو فورمالين، تمام؟ هنا أخلي الكحول نسبة 40، وبهاي أخلي كحول 60، وهكذا. وهاي العينة مالتي راح تمشي وبتركيز تركيز، فأني راح أبلش أمرر العينة مالتي بتراكيز متصاعدة من الكحول اللي هو بين قوسين إيثانول غالبا يكون. هذا الإيثانول راح يزيح لي المي، تمام؟ زين، أوفن إيثانول. بعد ما زحت المي وصار عندي، هسه راح عندي الووتر، بقى عندي منو؟ بقى عندي الإيثانول. زين، أنا الإيثانول نفسه ما أريده، أنا أوكي وخرت مشكلة صرت بمشكلة ثانية، وخرت المي صرت بإيثانول،
تمام. شلون راح اخر الايثانول؟ راح اضيف عليه ماده الزايلين، راح اخلي السبيسمن مالتي passed from زايلين، زايلين اور تالوين، اكو مادتين، وحده زايلين وحده تالوين، نفس العمل. تمام، هذا الزايلين ايش راح يسوي؟ هذا الزايلين طبيعه ماده الزايلين هي هيدروفوبيك، يعني هي ما تمتزج ويا المي، ما اقدر اني راسا اخليها على المي، لكن هي تمتزج ويا الايثانول اللي هو كحول. من تمتزج وياه ايضا راح تمتزج بيه. هسه واحد يقول اوكي، هسه احنا هم نفس الشيء سوينا، وخرنا، احنا مو قلنا وخرنا مي ظل عندي ايثانول. هسه يجي شخص يقول لي عداني ايش سويت، وخرت الايثانول ظل عندي زايلين. اقول لكم لا، ترى الزايلين سجلوها ملاحظه، الزايلين خلوها ببالكم ماده متطايره، يعني راح تمتزج ويا الايثانول وتزيح الايثانول، ومن تبقى بس زايلين بالتشو راح يتطاير. تمام، راح يتطاير بحيث يبقى عندي التشو نظيف. ف the specimen مثل ما قلنا is passed from xylene which is hydrophobic. This process، هاي عملية انه أنا خليت مالتي العينة بالزايلين راح اسميها clearing. ليش؟ لانه أنا تنظف عندي التشو مالتي، لانه أنا كان بي ايثانول نظفته. شلون؟ بانه أنا خليت عليه الزايلين، وخر لي الايثانول لانه هو يمتزج وياه، وخر الايثانول وهو ايضا الطاير. لما يطاير راح يبقى عندي التشو نظيف، لذلك سميناها عملية الكليرينج. Since the tissue becomes transparent in xylene، مادة الزايلين بعد ما أمرر عيناتي بيها، مادة الزايلين راح تحول النسيج مالتي إلى نسيج شفاف، مثل ما راح نشوف بهاي الصورة. شوفوا طلاب، هذا هو الجهاز مالتنا اللي راح نمرر به العينات. شوفوا هسه هذا عندي فورمالين، هذا الكحول، هذا هم الكحول، بنسب مالت النسب مالت الايثانول حتكون مختلفه، هنا مثلا 40، هنا 60 او حسب. تمام، هنا انا عندي راح نبين لكم التشوز مالتي العينات، هنا أنا قبل الزايلين وهنا أنا بعد الزايلين. هاي العينه بعد ما مررتها بالزايلين صارت ترانسبيرنت، صارت شفافه. هسه اني حصلت على عينه، اول شيء البروتينات مالتي ما متحلله بعمليه الفيكسيشن، حافظت على البروتينات، خليتها مور بيرميبل، قلنا بيرميبل يعني قابل للنفاذ منه. بالعمليه الثانيه تخلصت من الفورمالين، ضفنا ايثانول اللي هو كحول، ومن ثم زايلين، حصلت على نسيج ما بي اي شيء، لا مي ولا ايثانول ولا زايلين، وبنفس الوقت صار شفاف. تمام، زين، هسه انتم برايكم هذا، هاي القطعة من التشو، تمام، مثل ما تشوفوها قطعة كبيرة، ويعني السمك مالتها سميكة تعتبر. تمام، هل أني هاي أقدر هسه أفحصها تحت الميكروسكوب؟ لا، راح يجي شخص يقول أوكي هاي سميكة ما أقدر أفحصها تحت الميكروسكوب، خلي نقطعها أو نشرحها إلى شرائح صغار أو شرائح ثن، مو صغيرة، ثن يعني خفيفة. هنا أقولكم راح تطلع لنا مشكلة جديدة، وهي إنه أني هاي مالتي السبيسمن ما راح أقدر أقطعها رأساً. ليش؟ لأنه كلكم تعرفون إحنا أني ماخذة قطعة من جسم إنسان، زين هاي القطعة اللي ماخذتها إحنا يعني جسمنا إيش راح تكون هاي القطعة؟ أكيد راح تكون سوفت. تمام، يعني أني هاي إذا قطعتها لقطع كل الشرائح كلش ثن، راح تنمرد عندي هاي السبيسمن مالتي، راح تنمرد، ما يعني الخلايا راح تتدمر. أنا ما أريدها تتدمر، أريد أحافظ عليها، لازم أعاملها يعني أعاملها بحذر. تمام، زين، لازم هسه هاي مشكلتي إنه أنا مالتي التشو سوفت، لازم أحافظ عليه. شو راح أسوي؟ راح أسوي له عملية اللي هي العملية الثالثة أو المرحلة الثالثة بهاي العملية، اسمها إمبيدينج. راح أجيب مالتي التشو على مود أخليه متماسك أو أكثر صلابة. تمام، راح اجيب مالتي التشو واخليه بهاي الكونتينر، راح اخلي مالتي القطعه هنا، وراح ارجع عليها هاي، اخليها فوقها هاي الكونتينر، راح اخليها وراح اضيف عليها شمع، ماده الشمع اللي هو نوع الشمع اللي احنا راح نستخدمه اسمه بارافين. هذا البارافين من راح اخليه على التشو مالتي، ايش راح يصير؟ راح يصير عندي هاي البلوكه، تشوفوها، راح يصير عندي بلوكه مال بارافين شمع وبداخلها التشو. ليش؟ على مود من اقطعها، اني من راح اقطع، راح تكون شيء صلب. تمام، شيء صلب اكثر مما انا راسا اجيب التشو مالتي واقطع، راح تنمرد عندي. تمام، مثل ما تشوفون هنا
خلينا التشو، خلينا هاي الكونتينر مالتنا خليناها، وخلينا فوقها هذا السائل، هو بارافين سائل، يعني شمع سائل، وخليته وبعدين اجمده، خليه بمي بارد بحيث تجمد. طبعا هذا البارافين السائل درجة الحرارة تكون 56 درجة سيليزية، او اقصى شيء نوصل الى 60 درجة سيليزية. ليش؟ لانه اذا ضفت بارافين سائل بدرجة حرارة اكثر من 60 على التشو مالتي راح يحترق، التشو مالتي اصلا يحترق. زين، نرجع للكلام. الامبيدنج، مرحلة الامبيدنج اللي هي مرحلة انه انا راح اخلي التشو مالتي بالبارافين، قلنا انه يقول the tissue is placed in suitable container، مثل ما شفنا هسه الكونتينر مالتنا، of melted paraffin، بارافين سائل، until it's completely impregnated with paraffin، بدرجة حرارة 56 سيليزية او اقصى شيء مثل ما قلنا هي 60. it is placed in a small container and then allowed to harden، قلنا راح يبقوها على مود يجمد هذا الشمع، راح يخلوها غالبا يخلوها بمي بارد، تمام؟ راح تسوي لي شنو؟ راح تشكل لي بارافين كونتينينج ذا تيشو. وهنا اريدكم تسترجعوا لي المعلومه مال اول عمليه اللي هي بالفيكسيشن. ايش قلنا راح يصير عندي التيشو مالتي مور بيرميبل، يعني قابل للنفاذ منه. هنا راح نستذكرها ليش؟ لانه الشمع مالتي هنا لازم تنتبهون، ترى الشمع هنا تخلل التيشو كليته، تمام؟ بحيث صار عندي هاي البلوكه هي عباره عن شمع وبداخل هالتشو، بحيث التشو هو اصلا متخلل شمع، تمام؟ ف this process is done in order to distinguish the overlapping cells in the tissue and extracellular matrix from one another. طبعا هنا ايضا فائده الشمع هنا، لانه اني بعد ما سويت هاي البلوكه، طبعا احنا نسميها بلوكه، هاي البلوكه مالت البارافين اللي بداخل هالتشو، من راح اقطع راح تفيدني شلون؟ من راح اجي اقطعها الى شرائح ثن، راح افصل اني خلايا عن خلايا. ليش؟ لانه اني التشو مالتي هو تشو، واحنا قلنا بداية المحاضرة التشو هو عبارة عن مجموعة كبيرة من الخلايا. زاني من اجر دفحص تحت الميكروسكوب ارد اشوف خلية فوق خلية فوق خلية، راح يصير عندي overlapping، بعد ما اعرف هاي مالت من، هذا هاي الشغلة مال هاي الخلية مال هاي الخلية، بعد راح يصير عندي هوسة، وانا هاي مريتها اريد اسويها شرائح ثن بحيث أشوف طبقة واحدة من الخلايا، وهاي العملية راح تعالج لي هذا الأوفرلابينج اللي صار عندي، إنه أنا هاي البلوكة إذا شرحتها ما راح يصير عندي بعد أوفرلابينج، بحيث كل طبقة راح تكون تحتوي لي على خلايا، مجموعة خلايا واحدة بصف الثانية، طبقة من الخلايا واحدة مو واحدة فوق الثانية، تمام؟ زين. يقول and now the specimen is ready to be sectioned on a microtome. هسه بعد ما سوينا بلوكة داخل هالتشو مالتنا، بلوكة مع البارافين اللي هو شمع داخل هالتشو مالتنا، راح نقطعها، هي تكون جاهزة للتقطيع بجهاز المايكروتوم. الجهاز اللي نستخدمه على مود نقطع به هاي البلوكة اسمه مايكروتوم. راح نشوف جهاز المايكروتوم اللي هو هذا هو جهاز المايكروتوم. طلاب، راح اجيب مالتي الكونتينر اللي هي بيها البلوكة مالت البارافين، راح أخليها بهذا الجهاز، هاي هي الكونتينر مالتنا، وهاي داخلها البلوكة مالت البارافين وبداخلها التشو، راح أخليها بهذا الجهاز، أكو بي مثل اليد بالجانب مالته، راح أفرها راح يصعد وينزل للأعلى والأسفل على هاي، وهاي بيها هاي الجهة هي اللي تقطع، تمام؟ راح تنطيني هذني القطع مثل ما تشوفون، قطع او شرائح كلش ثن، تمام؟ خلينا نرجع للكلام. المرحلة الرابعة اللي هي نسميها cutting and mounting. cutting and mounting اللي هي انه احنا the paraffin blocks are sectioned with a microtome، راح نقطع هاي البلوكة بهذا الجهاز اللي اسمه microtome، راح نقطع ونسوي شرائح كلش ثن. the tissue thickness، إيش قد السمك مال هاي الشرائح؟ usually from 4 to 10 micrometer. أنا أقدر بهذا الجهاز أتحكم بالثيكنس مالتي، إيش قد أريد الثيكنس؟ أنا عندي مجال من 4 to 10 غالباً، يعني أكو يعني يسووها من 4 to 10 كيفي، 4 5 6 بكيفي. لكن إحنا هنا راح نتحدد ليش؟ لأن أنا أريد
for light microscope. أنا أريد بالنهاية أحصل على سلايد أشوفها تحت light microscope. فراح أختار من 4 إلى 5 ميكرومتر على مود تكون يعني thin كلش، تمام؟ أصغر قياس ممكن أنا أحصل عليه، أصغر thickness أنا أقدر أحصل عليه، راح أسويه على مود أفحصها تحت الميكروسكوب، تمام؟ Put the tissue specimen for the microtome in a water bath, then mounting it on a glass slide carefully. شنو هاي؟ بعد ما مررنا هذا البلوكة مالت البرافين بهذا الجهاز اللي هو الميكروتوم وحصلنا على هاي القطع اللي هي شرائح كلش ثن، راح اخذها وشوفوا ديشيلها بكل حذر، راح اخذها واخليها ووتر باث. ليش راح اخليها بووتر باث؟ مثل ما تشوفون خليناها بحمام ماي. ليش؟ بعد ما خليت التشو مالتي بالماي ايش راح اسوي؟ راح هسه احنا عملية الكاتينج خلصنا من عدها اللي هي سكشنينج او كاتينج، هي نفس الشيء اللي هي عملية التقطيع، قطعنا البارافين وسوينا. بعد عملية الماونتينج، شنو هي عملية ماونتينج؟ يعني صعود. راح اجيب هذا البارافين اللي يحتوي لي على التشو، خليناه هنا هاي الشريحة، راح اجيب سلايد يدخلون تقريبا 3/4 بالمي ويقربها من هذا التشو مالتي ويسحبها للأعلى، راح يسحب السلايد مالتي للأعلى، تمام؟ بعد ما سحب السلايد للأعلى راح يصعد ويا التشو ويصير على السلايد، تمام؟ بحيث كل ما يسحب السلايد للأعلى كل ما يصعد ويا التشو لحد ما أحصل هاي النتيجة اللي هي سلايد زجاجي علي قطعة من البارافين تحتوي لي على التشو مالتي، تمام؟ زين، هسه برأيكم هاي السلايدة جاهزة على مود أفحصها؟ أيضا لا. ليش؟ لأنه نرجع ونقول هدفنا إحنا شنو هدفنا؟ نحصل على سلايد زجاجي بمالتنا التشو نظيف ما بي أي شيء. ولو تلاحظون هذا السلايد التشو مو واحدة، التشو بي بارافين اللي هو الشمع. زين، لازم أتخلص من الشمع. شلون راح أتخلص من الشمع؟ راح أسوي له عملية، تمام؟ تذكرون بداية عملية التشو بروسيسينج بروسيجر بالمرحلة الثانية تحديدا ايش سوينا؟ وخرنا المي، المي كان عندنا هو المشكلة، وخرنا المي. شلون؟ جبنا ايثانول لانه الايثانول هو اللي يمتزج ويا المي، وخر لي المي. وبعدين جبنا زايلين لانه الزايلين يمتزج ويا الكحول بس ما يمتزج ويا المي، قلنا هيدروفوبك خليناه عليه، وخر لي الايثانول وبعدين الطاير، تمام؟ هنا راح نسوي نفس هاي العملية، هذيك العملية سميناها dehydration، أوكي؟ هذيك العملية dehydration راح نسويها هسه بس بالعكس، تمام؟ ليش بالعكس؟ لأنه عندنا هنا شمع، هذاك كان مي، والمي هو عكس الشمع، شايفين المي يمتزج ويا الشمع؟ أكيد لا، فأنا المي سويت له dehydration جففته، هنا أنا أريد بالعكس، إيش راح أسوي؟ راح أسوي عملية معاكسة، راح أسميها rehydration. نفس العملية لكن بالعكس، راح أخلي زايلين والزايلين هنا راح يمتزج ويا الشمع، بعدين ورا ما يمتزج ويا الشمع وخره راح أخلي عليه إيثانول حيمتزج ويا الزايلين ويوخره، وبعدين راح أغسله بالمي، تمام؟ شو راح أحصل بالنتيجة؟ لحد هنا راح أحصل على هذا السلايد لكن ما بي بارافين، ما بي شمع، بي فقط النسيج، تمام؟ خلصنا من هاي المشكلة. راح تواجهني مشكلة ثانية، وهي أيضا راح نسأل السؤال الشهير، هل السلايد جاهز على مود أفحصه؟ لا. هنا لو تشوفون التشو مثل ما هسه تشوفوا التشو مالتي شفاف، تمام؟ بما أنه هو مر بزايلين وقلنا الزايلين راح يخلي مالتي التشو شفاف، زي أنا من راح أجي أفحصه تحت الميكروسكوب هنا راح أكتفي أنا بالمعلومات اللي راح أحصلها، راح أشوف شغلات بسيطة، ما راح أحصل على الرؤية اللي أنا أريدها والنتيجة اللي أريد أنا أحصلها. شو نسوي؟ راح نصبغ التشو، أي راح نصبغ التشو بفت صبغات خاصة، وهي هاي العملية اللي قلت لكم بداية المحاضرة من شرحنا عن علم الهستولوجي وقلت لكم هو أنه نفحص الستركتشر مالت التشو مالتي باستعمال تقنيات التصبيغ الخاصة، قلت لكم راح أشرح لكم إياها وهنا راح نشرحها. مثل ما يقول now the specimen is ready for staining. Staining هي عملية التصبيغ، تمام؟ شنو هي عملية الستينينج؟ عملية الستينينج اللي هي المرحلة الخامسة ما قبل الأخيرة، راح أمرر هذا السلايد مالتي مو بيتشو، راح أخليه بصبغات
تمام، وهاي الصبغات راح تصبغ لي النسيج مالتي. The most commonly used stains in histology are hematoxylin and eosin. دني صبغتين، صبغة الهيماتوكسيلين وصبغة الإيوسين، commonly referred to as H and E stain. دائما هسه كل السيشنات بهذا الموديول راح تشوفون اكو فوق السلايد كاتب لكم H and E. هاي ال H and E طلاب معناها هيماتوكسيلين and إيوسين، تمام. هذني الصبغتين نستعملهن راح نصبغ بيهن التشو. هسه يجي طالب يسأل ليش أنا استخدم صبغتين، ليش مو واحدة أصبغ بيها؟ أقول له لأنه إحنا الخلايا مالتنا بيها المكونات مالتها راح تنقسم قسمين، أكو مكونات حامضية أكو مكونات قاعدية، تمام؟ هاي خلوها ببالكم. فأنا من أجي أريد أصبغ أكيد أكو صبغة راح تصبغ لي المكونات القاعدية وأكو صبغة راح تصبغ لي المكونات الحامضية. هسه نجي إحنا عندنا مثل ما قلنا هيماتوكسيلين وإيوسين. الهيماتوكسيلين هي شنو؟ هي بيس. الهيماتوكسيلين هي قاعدة. طلاب كل واحدة راح تصبغ معاكستها، كل واحدة تجذب الطرف اللي عاكسها. شلون الموجب يجذب السالب؟ هنا الهيماتوكسيلين هي بيس، رأسا نقول اذا راح تصبغ عندي، بما انه هي قاعدة راح تصبغ عندي المكونات الحامضية، يعني it colors the acidic components، راح تصبغ عندي تلون الacidic components المكونات الحامضية. بيا لون راح تصبغ المكونات الحامضية الموجودة بالسلماتنا by bluish color، راح تصبغها بلون أزرق أو ماء للبنفسجي، تمام. هذا الأزرق على بنفسجي يعني مكون حامضي. من اللي صبغته؟ صبغته القاعدة اللي هي هيماتوكسيلين، تمام. طلاب أنا أسألكم سؤال، شنو هي المكونات الحامضية اللي موجودة بالخلية مال الجسم؟ كلنا دارسين بالإعدادية كنا دائما نسمع بشغلتين اللي هن حوامض. دائما من نحكي عن الخلية شنو الأشياء الحامضية اللي موجودة بالخلية، دائما نسمع عن الحامض النووي الرايبي، والحامض النووي الرايبي منقص الأكسجين، صح لو لا؟ هن هذني شنو هن؟ هن هذني الدي ان اي والار ان اي. الدي ان اي والار ان اي هن المكونات الحامضية اللي موجودة بخلايا جسمنا، وهاي المكونات تكون تتركز بشكل كبير وين؟ تتركز بالنواة مالت الخلية، تمام. Because of the most acidic components of the cells are DNA and RNA، لأنه أغلب شيء أغلب المكونات الحامضية هي شنو موجودة بجسمنا؟ هي DNA والRNA. فاللي هن وين موجودات؟ موجودات بالنيوكليوس، وبعد موجودات بمناطق كلش قليلة بالسيتوبلازم، لكن بصورة أكبر هي موجودة بالنواة اللي هي النيوكليوس. So the nucleus and some regions in cytoplasm stain dark blue. لذلك النواة مالتي وبعض المناطق اللي موجودة بالسيتوبلازم راح تنصبغ بلون أزرق غامق أو ماء للبنفسجي، تمام. هاي المكونات اللي انصبغت بهذا اللون راح نسميها بيزوفليك، يعني محبة للقاعدية أو محبة للقاعدة. من هي القاعدة مالتنا؟ اللي هي الهيماتوكسيلين، تمام. إذا أنا عندي هيماتوكسيلين اللي هي قاعدة راح تصبغ للمكونات الحامضية اللي هي DNA وRNA. DNA وRNA وين موجودات بالخلية؟ موجودات بالصورة الأكبر، موجودات بالنواة، وشوية بعض المناطق اللي بالسيتوبلازم هم بيها هذني DNA وRNA. لذلك راح تصبغهن بلون طبعا دارك بلو اللي هو لون أزرق غامق أو ماء البنفسجي. فمثل ما حتشوفون هسه راح تشوفون سلايدات، وهذا السلايد من تشوفون بي المنطقة اللي تكون لونها أزرق غامق أو بنفسجي قولوا هي هاي النواة، تمام. هاي بالنسبة للهيماتوكسيلين. الإيوسين نفس الحكي لكن عكسوه، تمام طلاب. الإيوسين عكس الهيماتوكسيلين، يعني الإيوسين هي شنو؟ هي أسد، هي حامض، والحامض راح يصبغ شنو؟ راح يصبغ المكونات القاعدية، يعني ديز ذا بيسك كومبوننتس، راح يصبغ لي المكونات القاعدية اللي موجودة عندي بالسيلز. راح يصبغها بيا لون؟ راح يصبغها بلون بينكش كولر، راح يصبغها بلون وردي، حتشوفوه وردي فاتح، تمام. because many of the cytoplasmic cytoplasmic components او المكونات اللي موجودة بالسيتوبلازم تكون basic pH، لها basic pH يعني تكون قاعدية. so they are stain pink in color، راح تشوفون السيتوبلازم يكون مصبوغ بلون وردي فاتح. these components راح نسميها شنو؟ راح نسميها acidophilic او محبة للحامضية.
اللي هي أو محبة للحامض. من هو الحامض مالتنا؟ الإيوسين. تمام. إذا مثل ما عرفنا من أجي أني أفحص عندي هذا التشو راح أشوف الخلية، كل خلية بيه، هاي الخلية مالتي راح أشوف النواة مالتها راح تكون بلون بلو أو مائل للبنفسجي، والسيتوبلازم راح يكون بينك. تمام. راح يكون وردي فاتح. تمام. هسه بعد ما صبغت مالتي التشو، تمام، مررتها بالإيوسين، مررتها بالهيماتوكسين والإيوسين، بعد هي راح طبعا هنا أنا راح أدخل السلايد كليته، فالسلايد كله حين راح ينصبغ، كله راح يصير بيصبغ مو بس التشو. فهنا أنا من أدخله بالهيماتوكسين والإيوسين راح وراها أغسله بالمي. تمام. ورا ما أغسله بالمي راح يروح عن السلايد، بس التشو مالتي لا، هو بعد راح يتفاعل الصبغة ويا المكونات وتنصبغ، فمن أغسله بالمي ما عليها شيء، راح يروح اللون فقط من السلايد الزجاجي، بينما التشو مالتي راح يبقى الصبغة بيه. تمام. Now for a cover slip. هسه أنا هنا أنا بهاي المرحلة صحيح حصلت على سلايد بي التشو مالتي، والتشو مالتي ما بي شيء، مجرد انه هو تشو انسجة خلايا مصبوغة راح اقدر اشوفها تحت الميكروسكوب. لكن برأيكم اني هذا السلايد، اكو سلايدات اللي احنا نريد نحافظ عليها، يعني هسه انتم من ترحون للمختبرات اكو سلايدات انتجوا نشوفوها، هاي السلايدات صار لها سنين اكو. تمام. مثلا المختبرات، ابسط شيء المختبرات اللي موجودة عندنا احنا بالكلية، تلقون هاي السلايدات صار لها سنين، كل سنة هم نفسها يراوها للطلاب. زين أنا أكيد لازم أحافظ على هذا التشو مالتي، خو مو أنا عندي سلايد حاطت لي سلايد وعليه تشو وهيك على المكشوف على الجو يصير عليه أشكال ألوان، أبسط شيء تراب. تمام. أكيد لازم أحافظ عليه. شو راح أحافظ عليه؟ راح أجيب عليه شغلة اسمها كوفر سليب. الكوفر سليب هي قطعة زجاجية صغيرة راح أجيبها أخليها فوق التشو مالتي، بحيث أنا هذا التشو مالتي وهذا هاي السلايد، العفو، هذا السلايد مالتي وهذا التشو، راح اجيب هذا الكوفر سليب واخليه هنا هيك. تمام. زين انا هذا الكوفر سليب مالتي شلون راح يثبت على السلايده؟ راح اخلي له قطره مال لاصق. تمام. اخلي قطره مال لاصق واخلي الكوفر سليب مالتي. شوف نو فور كوفر سليب، هنا عندنا فد ملاحظه او فد معلومه، انه اني شوفوا هسه هذا هو مالتي اللاصق. تمام. هذا هو اللاصق مالتي، خليته على هاي الكوفر سليب، وهاي هي السلايد الاصليه الجوة، هاي السلايد الاصليه مالتي، وهذا هو التشو تشوفوه ذني خلايا. اوكي. جبت الكوفر، صارت هوسه شوي، ها جبت الكوفر سليب وخليته. طلع هناك فد ملاحظه باللاصق، انا عندي نوعين اللاصق هو ادهيسف، هذا الادهيسف عندنا نوعين، عندي مرات يستخدمون نوع لاصق اسمه كندا. تمام. ومرات يستخدمون نوع لاصق اسمه دي بي اكس. اوكي. فانا عندي نوعين، واحد كندا واحد دي بي اكس. كندا النوع مالته، هذا كندا النوع مالته او نوع المادة، طبيعة المادة مالته تكون هيدروفيلك، يعني محب للماء. أني مو قلت لكم ورا ما صبغنا مالتنا التشو راح نغسلها بالمي؟ ورا ما غسلتها بالمي من جيت وخليت عليها لنفرض كندا، راح أخلي الأدهيسف نوع كندا أخليه على الكوفر سليب اللي أريد أخليها، خليت عليها لاصق من نوع كندا وجيت خليتها على التشو مالتي، كندا هيدروفيلك راح يمتزج ويا المي اللي موجود بالتشو، لأن أنا غسلتها بالمي آخر شي ورا ما صبغتها، راح يمتزج بيها وعادي يلزق تلتصق الكوفر سليب مالتي على السلايد، وها هي اروح افحصها تحت الميكروسكوب جاهزه. لكن اذا استخدمت النوع الثاني اللي هو دي بي اكس، هذا دي بي اكس شويه يشلع القلب، شنو نوع الماده مالته؟ طبيعتها تكون هيدروفوبك، يعني ما تمتزج بالماء، كارهه للماء. يعني اذا جبت كوفر سليب وخليت عليها دي بي اكس وجيت خليتها على السلايد راسا ورا ما غسلتها بالماء، ما راح يلتصق، حرفيا ما راح يلتصق، راح يوقع. إذن أنا هنا شو أسوي؟ لازم أرجع أتخلص من المي. فأني إذا استخدمت دي بي إكس لازم أتخلص من المي. وشو أتخلص من المي؟ أقولكم مثل ما تخلصنا من عنده بالمرحلة الثانية، من سوينا دي هايدريشن للسبيسمن مالتي
ومررتها العفو مررتها ب اني غاسلتها بالماء، مررتها بالايثانول تراكز متصاعده، وهذا الكحول اللي هو الايثانول وخر لي كل المي. بعدين الايثانول حطيت عليه زايلين، والزايلين الطاير سمينا هاي العمليه دي هايدريشن. نفس هاي العمليه راح ارجع اسويها على هذا التشو اللي هو على السلايد، راح ارجع اسوي له دي هايدريشن اوخر من عند المي. يلا اخلي نوع دي بي اكس اخليه عليه ويقدر يلتصق عادي وتكون السلايدر مالتي جاهزه. بس خلينا نقرا الكلام. يقول هنا للكوفر سليب وي هاف تو تشويزز، انا عندي اختيارين، يا اما اذا عندي نوع، اذا عندي متوفر عندي لاصق من نوع كندا اللي هو طبيعه الماده هو هيدروفوليك ادهيسيف، اور يوز دي بي اكس اللي هو دي بي اكس ادهيسيف اللي يكون هيدروفوبيك ادهيسيف. اذا استخدمنا كندا قلنا خيرا على خير عادي وما عندي اشكال، لكن if we use DPX we should dehydrate the tissue، لازم اجفف التشو سبيسيمن مالتي. ليش؟ لانه مثل ما قلنا هو هيدروفوبيك ما راح يمتزج ويا المي. ورا ما جففتها يلا then put the cover slip، بعدين راح اخلي الكوفر سليب، وهنا not gently press to out air bubbles. هنا لما اخلي الكوفر سليب مالتي هاي العملية طبعا راح نسميها mounting، لما خليت الكوفر سليب مالتي اضغط شوية على مود الفقاعات مال الهواء تطلع. فهسه هنا بهاي الصورة مثل ما شفتوا احنا خلينا قطرة الادهيسف، قطرة اللاصق خليناها على الكوفر سليب مالتنا، وراح نجي نخليها على السلايد مالتنا مثل بهاي الطريقة. خلاها من هاي الجهة وراح يبلش هيجي، راح يبلش ينزل الكوفر سليب على السلايد ويضغط ضغطة بسيطة على مود تطلع الاير بابلز، تمام، فقاعات الهواء. هسه كملنا سوينا سلايد بي تشو ما بي اي شيء، ما بي اي شوائب، ما بي اي مادة ما عدا انه هو مصبوغ، تمام، مصبوغ على مود اني اشوف المكونات اعرف هاي نواة، هذا سايتوبلازم، هاي هيجي، اوكي. خلينا عليها كوفر سليب على مود احميها واحافظ على السلايد مالتي. هسه يلا حصلنا على هاي النتيجة اللي هي سلايد جاهز على مود اسوي له مايكروسكوبيك اكزامينيشن، اوكي. هاي السلايدات مثل ما تشوفوها كلها، هاي السلايدات مرت بكل هاي المراحل الستة، كل هذه المراحل الستة سويناهن على مود هسه افحصها تحت الميكروسكوب. طلاب ست مراحل مثل ما قلنا، هسه راح نراجعهن بالملزمة، ما يحتاج اسوي لكم هنا اسوي لكم ملخص، بس لا خليها بالمحاضرة هسه حنشوفها. نرجع للمحاضرة مالتنا، شوفوا طلاب راح اعتبرها مراجعة لكم. هاي البايوبسي اخذناها من الجسم، سوينا لها تشو بروسيسنج، بعدين قدرنا نفحصها تحت الميكروسكوب، سويناها مايكروسكوبي. هاي هي البايوبسي مالتنا اللي هي الخزعة، فريش بايوبسي، استونا نستأصليها من الجسم. مثلا يعني نيدل بايوبسي بطريقة النيدل ايش راح تكون؟ راح تكون wet and bloody مثل ما قلنا. ايش سوينا لها؟ سوينا لها اول عملية اللي هي عملية الفيكسيشن، تمام، عرضنا لها اللي هي glutaral dehyde or formal dehyde، نفسها هي الفورمال دهيد هو نفس الفورمالين ترى. بعد ما سوينا لها فيكسيشن، هاي مالتنا السبيسيمن فيكست بايوبسي، تمام، يعني شنو؟ يعني الماكرو مولكيولز، تمام، المولكيولز مالتي شنو؟ كروس لينكت مثل ما قلنا، متخثرة مالتي المحتويات بحيث شنو؟ نو autolysis or putrefaction، يعني لا تحلل ولا تعفن مالتي الخلايا مالت الأنسجة، لا راح تتحلل ولا راح تتعفن، تمام، حافظت عليها بعملية الفيكسيشن. ورا عملية الفيكسيشن مثل ما قلنا طلعناها من الفورمالين، غسلناها بمي، المي سوينا لها dehydration، جففنا شلون؟ بالإيثانول اللي هو نوع من أنواع الكحول، خلينا عليها إيثانول، زلاني ما أريد الإيثانول، سوينا لها clearing. الإيثانول خلينا على زايلين أو تولوين، تمام، ورا زايلين أو تولوين صار عندي سبيسيمن ما بيه أي شيء، سوينا لها عملية الإمبيدينج، تمام، اللي هو غطسناها بالشمع اللي هو بارافين بدرجة حرارة 56 درجة سيليزية أو أقصى شيء 60، تمام. صار عندي شنو؟ صار عندي بلوك مال بارافين بداخل التشو مالتي.
هذا البارافين البلوك مالت البارافين سوينا له سكشنينج بجهاز المايكروتوم، صار عندي هيتشي اللي هي قطع او شرائح ثن، وهاي الشرائح سوينا لها ماونتينج على السلايد، صعدناها على السلايد مثل ما قلنا، خليناها بالووتر باث، كل هذنيش التفاصيل. زين مثل ما قلنا سوينا لها ري هايدريشن، ليش؟ لانه كان بيها بارافين اللي هو هذا الشمع، تمام؟ شلون سوينا عملية عكسية اللي هي زايلين انه بإيثانول انه بووتر، صار عندي تشو، هذا التشو شفاف طبعا على السلايد، سوينا الستيننج على مود اني اوضح وين النواة وين السيتوبلازم. most stains water soluble، طبعا الستينز الثينات اللي هما توكسيلين والايوسي الثينات يذوبن بالماء عادي، صبغنا مالتنا التشو، تمام. هنا أنا طبعا يقول لاحظ انه انت هاي عندك الخلية مصبوغة، هاي هي النواة هذا هو السيتوبلازم، من الجانب حتكون هيج، من الجانب اذا نجنبوا عليها حتكون هنا النواة وهذا السيتوبلازم مالتها. هنا هاي مالتنا التشو مصبوغ، ايش راح نسوي له؟ راح نسوي له ديهايدريشن. هاي شو وقت نسوي له ديهايدريشن؟ شو وقت قلنا ورا ما صبغناها احنا مو راح نخليها الكوفر سليب؟ شو وقت نسوي ديهايدريشن؟ في حال اذا استخدمنا الدي بي اكس، فهو هنا بالمحاضره شرح لنا على الدي بي اكس، نستخدم دي بي اكس لذلك سوى ديهايدريشن ووتر. انا اصلا غاسلتها بالووتر ورا ما سويت لها ستيننج، قلنا مررناها بالايثانول وبالزايلين، صارت عندي هاي، وراها سوينا لها ماونتينج اللي هي انه نخلي لها كوفر سليب، خلينا استعملنا نوع الادهيسيف هو دي بي اكس، تمام. سوينا دي بي اكس اندر كوفر سليب، تخيلنا هذا مالتنا الكوفر سليب، تمام. قلنا ضغطة بسيطة على مود نطلع فقاعات الهواء. هسه طبعا هنا انا شرح لكم الفرق ما بين الهيماتوكسيلين واليوسين، كلها شرحناها. قلنا الهيماتوكسيلين راح تصبغ لي، الهيماتوكسيلين قلنا هي قاعدة لذلك راح تصبغ لي المكونات الحامضية، راح تصبغها بلون أزرق أو بنفسجي. الإيوسين بالعكس، الإيوسين هي أصلا هي حامض لذلك راح تصبغ لي المكونات القاعدية بيالون، تصبغها بلون بينك، راح تشوفوها وردي، تمام. المكونات مالت الهيماتوكسيلين، الهيماتوكسيلين قلنا راح تصبغ لي المكونات الحامضية، شعدنا حوامض عندنا الـ RNA والـ DNA. الإيوسين راح تصبغ لي المكونات اللي موجودات بالسيتوبلازم، سيتوبلازميك بروتينز، اكسترا سيلولار فايبرز، راح تصبغ لي اي شيء خارج النواة، تمام. هسه طبعا لهنا احنا نكون خلصنا عملية التشو بروسيسنج بروسيجر، وصار عندنا السلايد جاهز انه انا اشوفه تحت الميكروسكوب. مثل ما تشوفون هذني السلايدات، تمام، اذا تشوفون هسه هذا السلايد، هاي كل وحده من هذني هي نواة، بس ان شفتها اني ازرق غامق او بنفسجي، اذا هاي نواة، الباقي هذا كله سيتوبلازم، تمام. تبقى عندنا طريقة الـ PAS method stains، هاي عبارة عن طريقة نستخدم بيها صبغات تختلف عن الهيماتوكسيلين والإيوسين، على مود شنو؟ على مود أصبغ بيها الكربوهيدرات والجلايكوبروتينز تحديدا بيا لون بلون ماجنتا، ماجنتا معناها هذا الوردي الفاقع اللي دا تشوفونه. يقول بهذا السلايد انا عندي الميوكاس سيكريتينج برنرز جلاند اللي موجوده بالدودن الوول. يعني شنو البرنرز جلاند؟ هي عباره عن غدد موجوده بالجدار الوول مالت الدودنم. شنو هو الدودنم؟ هو اول جزء بعد المعده. شوفوا احنا عندنا معده، بعدين يجينا الدودنم اللي هو بالعربي 12، بعدين يجي جوجنم، وبعدها تبدي عندنا الامعاء اللي هي السمول انتستين. فهنا هاي الغدد راح تفرز عندي ميوكس، وراح يصير بعد هواي افرازات غيرها على مود نعادل الحموضه مالت الفود اللي جايني من الاستومك، تمام. طلاب هسه احنا من بلشنا المحاضره لسه احنا نركز على التشو، شنو التشو، شنو انواعه، شلون نستأصل التشو من الجسم، سميناها بايوبسي او الخزعه، هالخزعه شلون راح احضرها بعمليه التشو بروسيسنج بروسيجر على مود اني اقدر افحصها تحت الميكروسكوب. زين خلينا نجي نشوف شنو هو الميكروسكوب نفسه، شنو انواعه، شنو تفاصيله. مايكروسكوب بكل اختصار هو عبارة عن انسترومنت او آلة على مود اني اشوف بيها الشغلات اللي تكون كلش صغيرة بحيث اني ما اقدر اشوفها ب our naked eyes، عيوننا المجردة. وكل شغلة اني اطلق عليها كلمة مايكروسكوبك، كل شغلة اسمها مايكروسكوبك، هاي الشغلة هي كلش صغيرة بحيث احنا ما نقدر نشوفها بعيننا المجردة الا باستخدام المايكروسكوب. انواع المايكروسكوب اكو هواي انواع، رينجينج فروم سمبل، يتدرج من السمبل لحد الكومباوند والهاي باورد الكترون، تمام، بهواي انواع. لكن احنا حندرس نوعين اللي هي تو بيسك تايبس اوف مايكروسكوبس،
احنا نستخدمهن بالبيولوجيكال ستاديز مالتنا اللي هن الكومباوند لايت مايكروسكوب والالكترون مايكروسكوب، المجهر الضوئي والمجهر الالكتروني. هاي هي المايكروسكوب بارتس، الاجزاء مالت المايكروسكوب حندرسها بعد شوية واحدة واحدة. هاي هي اشكالهم بالحقيقة. عندنا هذا المايكروسكوب، وهذا المايكروسكوب يجي بيه هاي الشغلة اللي هي نقدر نخلي بيه مثل الشاشة، تمام؟ هاي الشاشة راح تبين التشو، يعني أنا أقدر أشوف من خلال هذني اللينسز، تمام؟ أنا أقدر أشوف، لكن أقدر أيضا أشوفه بهاي الشاشة. مثلا إذا شخص دي يفحص وشخص يمه، اثنيناتهم حيقدرون يشوفون، واحد حيقدر يبوع بالمجهر وواحد حيقدر يشوف بالشاشة، تمام؟ تمام طلاب، هسه هذا الميكروسكوب مثل ما تشوفوا أنا مرقمت لكم كل جزء بي برقم. هسه راح نشرح كل رقم من عتن. الجزء الأول أو رقم واحد مثل ما تشوفون، هاي نسميها الأرم. هاي الأرم تعطيني سبورت للبودي تيوب، وبنفس الوقت أنا أحمل من عندها الميكروسكوب. رقم اثنين اللي هي البيس، هاي البيس يستند عليها الميكروسكوب. رقم ثلاثة وأربعة، رقم ثلاثة خلوني أوضح لكم إياه. رقم ثلاثة هو هذا اللي باللون الداكن، تمام، لون أسود. هذا هو الستيج، تمام. هذا الستيج نخلي السلايد عليه، أوكي، راح يجي السلايد يصير هنا، أوكي. بينما رقم أربعة، رقم أربعة هو هذا، خلي أوضح لكم إياه. رقم أربعة هذا اللي باللون الفضي. هاي رقم أربعة نسميها الكلبس. الكلبس هن كلبسات راح ألزم بيهن السلايد. السلايد مو قلنا راح يصير هنا، هاي الكلبسات تشوفون هاي الطالعة، هاي راح أفتحها، هذا راح يجي للخارج، هاي الجزء راح تطلع للخارج، راح ينفتح عندي الكلبس، راح أخلي السلايد وأرجع عليها أقفله على مود يثبت عندي السلايد. هاي ثلاثة وأربعة. رقم خمسة هي الأوكيولر لينس، أو نسميها الآي بيس، اللي هن هذني الثانية، هذني اللي إحنا نباوع من عندهن على مود نشوف السبيسمن مالتنا. هذا الجزء يقدر يصعد للأعلى وللأسفل، كذلك هذا الجزء مليش على مود. إحنا تعرفون كل شخص الفرق ما البعد ما بين عيونه يختلف عن البعد مال عيون الشخص الثاني، فأني لما نباوع بيها على حسب البعد مال العيون مالتي أنا راح أصعد وأنزل هذني على مود يكون القياس مالتهن على قياسي، أوكي؟ طبعاً هاي اللينس مثل ما تشوفون، هاي اللينس بها ماغنيفيكيشنز راح تكبر لي السبيسمن مالتنا، تمام؟ هذا رقم خمسة. رقم ستة وسبعة، رقم ستة هو هذا نسميه كورس أدجستمنت، ورقم سبعة اللي هو هذا نسميه فاين أدجستمنت. رقم ستة ورقم سبعة ثيناتهن يصعدن هذا الستيج للأعلى وينزلن للأسفل، تمام؟ فيحركوه للأعلى والأسفل. بس شنو الفرق؟ الفرق إنه هذا الكورس يصعد وينزل الستيج بسرعة، تمام؟ بسرعة يصعده، لكن الرقم سبعة اللي هي الفاين أدجستمنت راح يصعد وينزل الستيج مالتي كلش بطيء، تمام؟ يعني شقد ما أني أحرك هذا الفاين مالتي، شقد ما أحرك هواي، هو الستيج مالتي كلش يعني كلش ببطء راح يصعد وكلش ببطء راح ينزل. ليش؟ ليش استخدم هذا الفاين؟ استخدم على مود اسوي فوكس، يعني اوكي انا حصلت من بهذا الكورس، تمام، بالكورس اني حصلت صوره واضحه، لكن كلش شويه اريد بعد اوضح، ايش راح اسوي؟ راح استخدم الفاين على مود اسوي لها فوكس، اوكي. هاي 6 و7، 8 و9. 8 هو هذا الجزء revolving nose piece، نسميه nose piece. هذا يتحرك، تمام، هذا الدائري، هذا يتحرك، كل حركة من عنده راح يغير لي هذني اللينسات. تشوفون هذني أربع لينسات عندنا، راح أتحرك ما بيناتهن عن طريق هذا nose piece. رقم ثمانية. رقم تسعة هن هذني اللينسات، عندنا أربعة أنواع من العدسات بتدرجات، يعني متدرجات، تمام، القوة مالت التكبير مالتهن. أقل وحدة بيهن هي هاي اللي بيها خط باللون الأحمر، أقل قوة تكبير، من ثم تجيني وراها اللي بيها لون أصفر هاي، ثم اللون الأزرق تكون هاي، الهاي اللي هي أكبر وحدة بالتكبير، وعندنا هاي اللي بيها لون أبيض، هاي خاصة، هاي العدسة تكون زيتية، لازم أخلي قطرة زيت على السلايد مالتي، وبعدين يلا أستخدم هاي العدسة على مود أشوف بيها، تمام؟
عندنا رقم 10 هنا، رقم 10 ورقم 11. شوفوا طلاب، 10 و11، 10 هنا اكو شيء اسمه كوندنسر تمام، و11 هذا اسمه دايافرام. الكوندنسر رقم 10، كوندنسر يعني يكثف. ايش راح يسوي؟ انا مو راح يجيني لايت، راح يطلع لايت من الاسفل، من تحت راح يجيني لايت. هذا اللايت الكوندنسر راح ياخذ اللايت ويجمع كله يركزه ويوديه على اليمن على السبيسمن مالتي، فيخليه مثل اللي يكثفه كانه ما يركزه على مود يصير قوي على السبيسمن مالتي، اوكي، يتحدد على السبيسمن مالتي. رقم 11 اللي هو الديافرام، هذا عباره عن فتحه تمام. هاي الفتحه انا اقدر اتحكم بيها، اكبر هاي الفتحه، اصغر هاي الفتحه. هنا أنا شنو أكبر وأصغر؟ شو راح أسوي؟ راح أتحكم بكمية الضوء اللي راح تدخل، كمية اللايت اللي راح تدخل من خلال هاي الفتحة وتروح على الكوندنسر ويركزها على السبيسمن، أوكي؟ فأنا إيش قد أريد الأماونت مالتي مالت اللايت؟ إيش قد أريد الكمية مالت اللايت؟ أريد لايت هواية أحتاج، لو شوية أتحكم من خلال هذا الدايفرام. ورقم 12 اللي هو اللايت سورس اللي هو هذا، هنا أنا يطلع لي اللايت. طبعا هاي هنا أنا بالبيس عندي هاي اللي أنا أسوي من عندها سويتش أون وسويتش أوف لللايت، وهذا الجزء اللي هم أصلا ما شارحين عليه بالمحاضرة، لكن أنا راح أقول لكم إياه للفائدة. هذا راح يحرك لي السلايد مالتي. نحن قلنا رقم 6 و7 اللي هن الفاين والكورس أدجسمنت، هذني راح يحركن الستيج مالتي للأعلى وللأسفل. زين، السلايد مالتي إذا رح تحركه يمين يسار أعلى أسفل، شلون؟ راح أستخدم هذني الجزئين، راح يحركن مالتي السلايد للأمام وللخلف ولليمين ولليسار، اللي هو مو الستيج راح يتحرك، هذا الكليبسات راح يتحركن تمام. هذني هن اللي راح يتحركن لليمين لليسار للأعلى للأسفل تمام. هاي كل أجزاء الميكروسكوب، هنا مثل ما مرقمين كل رقم، إذا تردون الكلام كله مكتوب هنا وموضح رقم برقمه تمام. نجي على اليوزنج مايكروسكوب، شلون استخدم المايكروسكوب؟ بالبدايه اول ما اجي اسوي سويتش اون للباور مالتي، افتح اللايت مالتي تمام، وارفع التركيز مالت الضوء. بعدين اخلي هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه اخلي السلايد مالتي على الستيج تمام، والكوفر الكوفر سليب طبعا موجوده احنا مخليها اصلا تمام، واسوي لوك كليبس، اقفل الكليبسات على السلايد على مود يثبت. هاي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه راح اخلي عيوني بالاي بيس اباوع بيهن تمام، واخليهن على القياس اللي اني اريده. هاي النقطه الثالثه. النقطه الرابعه فوكس دي كوندنسر، راح استخدم الكوندنسر تمام على مود نركز بالضوء. اوبن ذا كوندنسر دايافرام، راح افتح الدايافرام على مود يدخل لي كميه ضوء حسب ما اني اريد تمام، فراح افتح الدايافرام مالتي. هاي النقطه 4 و5. هنا راح نبلش lowest magnification، راح نبلش بأقل قوة تكبير تمام. إذا ردت أكبر بعد راح أحولها من النو سبيس، راح أفرها، راح أنتقل للعدسة اللي بعدها اللي هي راح تكون قوة تكبيرها أكبر تمام. فأني أبلش من the lowest وبعدين شوي شوي أصعد أكبر حسب ما أني أريد تمام. هاي النقطة السادسة. نقطة سبعة يقول don't use the coarse adjustment knob on high magnification، you will break the slide. لا تستخدم الكورس ادجستمنت، ما استخدمه ويا الهاي ماجنيفيكيشن. لو ترجعون للميكروسكوب وتشوفون الهاي ماجنيفيكيشن تكون العدسه مالتها طويله تمام، العدسه تكون طويله، وهاي العدسه اذا طويله واستخدمت وياها الكورس، الكورس راح يرفع لي السلايد بسرعه تمام. اذا رفعته بسرعه ايش راح يصير؟ راح ينضرب السلايد مالتي بالعدسة وينكسر السلايد مالتي. فش استخدم؟ استخدم الفاين اللي هو راح يصعد شوية شوية ببطء تمام. ف don't use the coarse adjustment knob on a high magnification، you will break the slide. هاي النقطة السابعة. النقطة الثامنة راح نستخدم الفاين، مثل ما قلنا نستخدم الفاين adjustment to focus، راح نسوي الفوكس مالتنا بالفاين adjustment تمام. at the end switch off the microscope، وما خلصت فحص وكملت لازم اسوي switch off تمام، اطفيه من الكهرباء تمام. هسه خلصنا من الميكروسكوب كل تفاصيله. الماجنيفيكيشن مالت اللينسز اللي موجوده بيه، قوه التكبير اللي موجوده بالعدسات مالته. احنا عندنا ثلاث انواع او ثلاث قوه تكبير،
عندنا ثلاث قوات اللي هن السكانينج واللو والهاي. كل واحدة من عندهن مكتوبة على العدسة مالتها مكتوبة عليها القوة مالتها، تمام؟ بالإضافة إلى ذلك احنا عندنا ثلاثة، واحدة خاصة بالأويل، تمام؟ بالإضافة إلى هذني أنا عندي الأوكيولر لينس اللي قلنا مباوع من عندها، هاي أيضا تحتوي على قوة تكبير، تمام؟ فمالت الأوكيولر لينس وأنا عندي أصلا اللينسات مالتي، فأني على مود أطلع التوتال ماغنيفيكيشن قوة التكبير الكلية راح أضرب الأوكيولر بالأوبجكتيف، تمام؟ أوبجكتيف لينس، هذني الأوكيولر لينس اللي أنا باوع بيهن، والأوبجكتيف لينس اللي هنا موجودات بالنوز بيس، تمام؟ الأوكيولر لينس القوة مالت التكبير مالتها ثابتة، هي 10، تكبر لي 10 مرات، أوكي؟ لكن الماغنيفيكيشنز اللي موجودة بالأوبجكتيف لينس، تمام؟ تختلف، قلنا الأحمر، النوب أصفر، النوب أزرق، والأويل. السكانينج اللي هي تكون باللون الأحمر تكون 4، النوب 10، واللي وراها 40، والخاصة بالأويل تكبر لي 100 مرة. فأني راح أضرب هاي كل واحدة منها أضربها بالقوة مالت اللينس الأوكيولر لينس على مود أطلع التوتال ماغنيفيكيشن مالتي، فراح أحصل على 40 مرة تتكبر عندي السبيسمن، راح أكبرها 100 مرة، راح أكبرها 400 و1000 مرة، تمام طلاب؟ هسه احنا حكينا عن اللايت مايكروسكوب وكل شيء خاصه، خلينا ننتقل للنوع الثاني من المايكروسكوب اللي هو الإلكترون. الإلكترون مايكروسكوب هذا هو نوع ثاني يستخدم beam of accelerated electrons to illuminate the specimen and produce a magnified image. هنا الفرق بين ذاك وهذا هو light source، المصدر الضوئي. باللايت مايكروسكوب استخدمنا الفيزيبل لايت، تمام؟ استخدمنا الضوء اللي احنا نقدر نشوفه، كان عندي مصدر ضوئي اني افتحه واشوف هذا الضوء ويخترق التشو وشفنا، تمام؟ لكن الالكترون مايكروسكوب راح يختلف، هذا راح يستخدم لي حزمه من الالكترونات المحفزه على مود يضوي بيها السبيسمن مالتنا وينطيني صوره مكبره، تمام؟ ليش؟ لانه الالكترونات، تمام، احنا الفيزيبل لايت هو فوتونات، هو عباره عن فوتونات، لكن لكن بالالكترون مايكروسكوب اللايت مالتي راح يكون عباره عن الكترونات محفزه، وهاي الالكترونات تمتلك طول موجي ما يقارب 100,000 مره اقصر من الطول الموجي مالت الفوتونات، يعني مالت الفيزيبل لايت، تمام؟ اذا اللايت اللي بالالكترون مايكروسكوب هو عباره عن الكترونات، وهاي تمتلك طول موجي اقصر ب 100,000 مره من اللايت اللي احنا نشوفه، الفيزيبل لايت اللي احنا استخدمناه باللايت مايكروسكوب اللي هو عبارة عن فوتونز، تمام؟ فالالكترون مايكروسكوب تكون higher image resolution، الدقة مالت الامج اللي راح احصلها راح تكون عالية، راح تكون دقيقة اكثر، وبنفس الوقت راح اقدر اشوف شغلات ما اقدر اشوفها باللايت مايكروسكوب، تمام؟ اكو شغلات انا ما اقدر اشوفها باللايت مايكروسكوب، راح استخدم الالكترون مايكروسكوب على مود اشوفها، تمام؟ عندنا الالكترون مايكروسكوب نفسه بيه نوعين، بيه الترانسميشن الكترون مايكروسكوب وبيه السكانينج، تمام؟ التي اي ام والاس اي ام. لو نجي على الترانسميشن طلاب، هن من اسماء، انا عندي ترانسميشن وعندي سكانينج. الترانسميشن يعني يخترق، تمام؟ من اسمه ترانسميشن يعني مخترق، تمام؟ هذا راح يخترق الخلايا مالت التشو، تمام؟ فمن يخترقها، من تخترق هاي الالكترونات اخترقت الخليه، فراح احصل على صوره، راح احصل على صوره تحتوي على كل شيء، تحتوي لي على الخليه وما بداخل الخليه همين. ليش؟ لانه مالت الالكترونات اخترقت الخليه، اوكي؟ ترانسميشن الكترون مايكروسكوب، هاي الفكره بصوره عامه. بينما السكانينج من اسمه سكانينج، راح يسوي لي سكان، راح يمسح مسح ضوئي بس على التشو مالتي، بس يسوي لها مسح، وهاي هي الالكترونات ما راح تخترق، تمام؟ الالكترونات بس راح يسوي ديتكتينج، كانما ديتكتينج شكو شيء بهذا التشو. فهذا السكانينج ما راح يخترق الالكترونات مالته، ما راح تخترق الخلايا، بس يسوي سكان تشوف الخلايا بحيث تنطيني صوره 3 دايمنشنال، كانما هاي كلها هسه حنشوفها بالشرح، تمام؟ بس كفكره يعني. فهنا الترانسميشن
In the original form of electron microscope, which uses an electronic beam with a high voltage to create an image, electron microscopes are used to investigate the cell ultrastructure, such as nucleus, mitochondria, ribosomes, Golgi apparatus, etc. فهذا transmission مثل ما قلت لكم الإلكترونات راح تخترق، تمام؟ من تخترق شو راح تشوف؟ راح تشوف كل شيء داخل الخلية لأن هي اخترقتها. لذلك راح يقول use it to investigate، تمام؟ راح نشوف بيها السيل ultrastructure، راح نشوف الستركتشرات اللي موجودة داخل الخلية، مثل إيش؟ مثل النواة، مثل ميتوكوندريا، مثل الرايبوسومات وأجهزة كولجي وإلى آخره. شكو organelles داخل الخلية راح نقدر نشوفها باستخدام الترانزميشن الكترون مايكروسكوب. مثل ما تشوفون هذا هو الترانزميشن الكترون مايكروسكوب، وهاي مثل ما تشوفون هسا هاي خلية، تشوفون العضيات هسا هاي كل الأورغانلز الموجودة داخل الخلية قدرنا نشوفها. لكن السكانينج إلكترون ميكروسكوب لا، هنا unlike the TEM عكس الترانزميشن. هنا الإلكترونز اللي مستخدمي الإلكترونات اللي استخدمناها على مود أني أحصل بيها مالتي الإيمج، تمام؟ does not at any time carry a complete image، تمام؟ لأنه هي أصلا ما راح تخترق، أوكي؟ هي بس راح تسوي detecting، تمام؟ تشوف شنو اللي موجود قبالها، راح تسوي مسح وهاي هي. فال SEM produces images by scanning the surface with a focused beam of electrons. راح تسوي لي scanning للسيرفس فقط، تمام؟ جت على السطح سوت لي مسح، شافت شنو عندي خلايا وهاي هي. مثل ما تشوفون هنا هذا هو ال SEM وهاي هي الصورة اللي ينتج ليها. مثل ما تشوفون هسه هاي خلية، تمام؟ هاي خلية اوكي، طلع لي صورة كأنما 3D، وهاي الخلايا مجرد شفت الخلايا اوكي اللي موجودة بهذا التشو، ما شفت داخل الخلية شكو. اذا اريد اشوف داخل الخلية شكو لازم استخدم الترانزميشن، تمام؟ فهذا هو الفرق ما بين الترانزميشن والسكانينج. عرفنا شنو الفرق؟ لهنا طلاب خلصت محاضرتنا عن الميثودز اللي نستخدمها على مود نشوف الميكروسكوبيك اكزامينيشن. لهنا تكون خلصت محاضرتنا، اتمنى تكونون استفادتوا، ومع السلامه.